على وقع استمرار التظاهرات في عموم المدن الإيرانية والتي تقابلها قوات الأمن بالعنف أدانت منظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الحملة الأمنية المروعة التي تنتهج السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر أكثر من أربعين منظمة حقوقية بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش أعربت في بيان مشترك عن قلقها العميق من حشد السلطات الإيرانية وسائل القمع المختلفة واتباع حمله اعتقالات واسعه في سبيل القضاء على المظاهرات الشعبيه التي اندلعت احتجاجا على مقتل الشابه الكرديه جينا اميني وبحسب المنظمات الحقوقية فإن الأدلة التي جُمعت تظهر نمطاً مروعاً من القمع من قبل قوات الأمن، حيث عمدت الأخيرة إلى إطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية بشكل متعمد وغير قانوني على المتظاهرين، حيث لقي المئات حتفهم بينهم 23 طفلاً على الأقل، بحسب لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. كما دعت هذه المنظمات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسه خاصه اضافه الى وضع اليات تتكفل بمحاسبه المسؤولين عن قمع الاحتجاجات بيان المنظمات الحقوقية حذر من أن عدم وجود عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي سيعرض عددا لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال في إيران لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن، وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة إن لم يتم تدارك الأمر. هذا وتستمر التظاهرات الشعبية في إيران منذ أكثر من شهر احتجاجا على مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تعرف بشرطة الأخلاق. حيث توسع نطاقها لتشمل عموم مدن البلاد